يسعدنا الترحيب بمدير مركز تطوير الاعلام في جامعه بيرزيت سيد عماد الاصفر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. ومن احد المشاركين محمد الديك احد الفائزين وهو ايضا صاحب الفيديو اللي شاهدناه قبل قليل. اهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم. نبلش معك استاذ عماد. يعني هذه الدوره كانت هامه جدا وفي وقت قياسي ممكن نحكي بهذه الفتره الهامه للانتخابات المحليه وايضا تنظيم العمل الانتخابي من خلال الاعلام توظيف الاعلام. شاهدنا من هذا الفيديو اللي قدمه الاخ محمد الديك على اليات ونظم اعلاميه كمان تواكب الاعلام الحديث. بالتاكيد يعني بصراحه نحن لا نتحدث عن دوره سريعه من ثلاثه ايام ولكن نتحدث عن مهاره اساسيه هي مهاره انتاج اعلانات خدمه اجتماعيه قصيره لا تزيد عن الدقيقه مؤثره قادره على الوصول الى الجمهور والتاثير فيه. هذه المهارة امتلكتها 20 مشاركة ومشارك خلال هذه الدورة من 3 أيام وتمكن هؤلاء 20 من إنجاز 13 إعلانا شبيها بهذا الإعلان تجاوزت كلها يعني الدقة العلمية المطلوبة من قبل لجنة الانتخابات وتجاوزت كذلك الجودة الفنية. ولكن عند التقييم كما تعلم لا بد من فائز ولا بد من خاسر. فازت 5 فيديوهات الحمد لله أنها جاءت منوعة هذا واحد منها ولكن حتى التي لم تصل إلى مرحلة الفوز أيضا كانت ممتازة لدرجة أن لجنة الانتخابات المركزية قررت نشرها أيضا على صفحاتها وعلى صفحتها الرئيسية. جميل. خلينا نتحدث عن تجربتك خلال يعني هذه الدورة وهذا الفيديو المميز كمان واللي بيقدم وبيخدم المواطنين. طبعا جاءت مشاركتي في الدوره هي انه بيجي على عاتق الصحفي او بقى على عاتق الصحفي مسؤوليه اجتماعيه انه يقدمها للناخب او للجمهور الفلسطيني في هي الانتخابات المحليه انه في هذا الفيديو قدمت انه كيف يعرف مركز اقتراعه في الانتخابات السابقه كان في خلل حاولت اعالج في هذا الفيديو انه جزء من الخلل اللي صار في الانتخابات السابقه انه في ناس تخربشوا في اماكن مراكز اقتراعهم فهذا الفيديو استهدفت فيه جمهور الناخبين في هاي المرحله انه كل واحد بيقدر يفوت كل انت تعرف جمهورنا الفلسطيني حد يعني بيستخدم السوشيال ميديا ففي هذا الفيديو انه قدمت انه في خلال ثواني بيقدر الواحد يفوت على موقع لجنه الانتخابات المركزيه ويفحص وين مركز اقتراعه وبسهل عليه هذا الشيء وبنمنع انه يضيع اصوات هون ولا هون. يعني كل التوفيق لك محمد. أستاذ عماد لما نحكي عن مهارات لها علاقة بالترويج والإعلام له دور كبير في الترويج بمادة صحيحة يعني مع احترامي لشركات الإنتاج أو شركات الويب ديزاين اللي موجودة في البلد ولكن لما بيكون إعلامي اللي موجود شاهدنا من خلال واستمعنا للصوت الإعلامي اللي بيكون موجود من خلال الفويس أوفر الموجود الصوت المرفق على الفيديو أيضا الاختصار يعني خير الكلام ما قل ودل يعني هاي كانت من المهارات اللي اشتغلتوا عليها من خلال هاي الورشة. أكيد يعني هذه واحدة من المهارات الأساسية كيف تنتج فيديو قصير جدا قادر على الوصول قادر على التكرار غير ممل تحدد من خلال من هي الفئة المستهدفة وكيف تصل إلى هذه الفئة المستهدفة وكيف تؤثر فيها. هذا نموذج من 13 إعلانا بعضها كان يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن ليس من الزاوية التقليدية كما هي العادة كيف يصوت ويتمكن من الوصول لا كانت تتحدث عن غياب مشاكلهم وشؤونهم الخاصة عن البرامج الانتخابية. كان هنالك فيديو آخر أو إعلان آخر يتحدث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الانتخابات ولماذا توضع وردة مكان صورة السيدة. وكان هنالك أيضا فيديوهات تتحدث عن الخدمات التي تقدمها البلديات. هذا مشروع متواصل أنتجنا هذه الإعلانات ولكن في المرحلة القادمة من المشروع سينتج هؤلاء 20 مشاركا ومشاركة تقارير صحفية تتحدث عن الانتخابات بكافة مراحلها ونعد الجمهور بأنها لن تكون يعني تقارير تقليدية تتحدث عن نسب وعن مشاركات وعن برامج سوف تتحدث عن أشياء بالعمق مثلا العمر عمر الناخب عمر المرشح نحن نرى أن عمر المرشح كبير ربما يكون بإمكان الشباب أن أيضا يشاركوا في عضوية المجالس المحلية والبلدية سوف نتحدث عن الخدمات عن الجباية عن الضرائب عن أصول الدعاية الانتخابية كل هذه الأمور سوف تكون موجودة في التقارير التي سيعدها هؤلاء المشاركون في هذه الدورة. يمكن هذه فرصة نقول أن مهارة إعلانات الخدمة القصيرة مهارة يجب أن يكتسبها كل العاملين في العلاقات العامة والصحفيين وهذه دعوة
لكل مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية، كل من لديه رسالة ويريد أن يصل إلى الجمهور، تعالوا إلى دورات مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت لكي تكتسبوا هذه المهارة. جميل. طب يعني ذكرت أنت الفائزين هم عبارة عن 5 فائزين، 5 فيديوهات مختلفة، بالإضافة إلى المرأة، ما طبيعة المواضيع اللي فعليا نشعر أنها تقدم هذه الخدمة أكثر، وكيف تم اختيار هذه 5 أيضا؟ يعني الحقيقة أن المعايير هي أولا معيار الجودة الفنية ومعيار الفكرة، هل هي فكرة جديدة أم هي فكرة يعني تقليدية أو ربما تكون منسوخة نسخ عن آخرين، وهنالك أيضا المعيار العلمي، هل المعلومات الموجودة في داخل هذه المادة صحيحة. المعيار الأخير وكان عليه 10 درجات من 100 هو أنا كمحكم أو كمقيم، عندما شاهدت هذه المادة هل أحببتها؟ فالأنسى أنني إعلامي، لا أعتبر نفسي مواطن عادي. عندما شاهدت هذه المادة هل أحببتها أم لم أحببها؟ باختصار هذه كانت المعايير. بالنتيجة فازوا 5، ولكن كانت العلامات متقاربة جدا، ومن أجل ذلك قررت لجنة الانتخابات أن 13 فيديو صالحة للعرض مضمونا وجودة فنية، وسوف يقومون بعرضها. بقية الأعمال يعني عانت أو عالجت قضايا أخرى من قبيل الخدمات، من قبيل كيف يقوم الناخب باختيار القائمة المترشحة، وبعضها أيضا شرح أحكام الدعاية الانتخابية وكيف أنه لا يجوز استغلال المنابر الدينية أو المؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية وما شابه. نعم، بدي أكمل مع محمد. يعني نحكي أنه هاي يمكن محطة من محطات العمل الإعلامي والترويجي، بدي أحكي عن استفادتك من هذه المهارات اللي اكتسبتها من خلال هذه الورشة وهذه الدورة بالبداية، وبعدين لما أجيت تطبق هذا الإعلان والفيديو. بنحكي عن أشياء العلاقة بمونتاج، بنحكي عن أشياء العلاقة في جرافيك، وهذا الرسم كمان اللي بينشغل عليه بشكل كتير كبير في تكنولوجيا الإعلام الجديد. قديش استغرق معك وقت هذا العمل، وكيف وين الأشياء اللي ممكن كيتها صعوبة إلها يعني فيها صعوبة من خلال الورشة انحلت كل هاي الصعوبات؟ طبعا احنا استفدنا في هاي الفكره في الورشه هاي او الدوره، انه حكينا انه الفيديو لازم يكون قصير، فخير الكلام زي ما حكيته خير الكلام ما قاله دل، فانه كيف توصل فكرتك في اسرع وقت معين ولاكبر جمهور، لاكبر جمهور، وفي الـ في الـ في الوسائل اللي اليوم الجمهور هو بتابعها اللي هي السوشيال ميديا. فاحنا لما رحنا على الدوره كيف اعطونا المدربين انه كيف انت تركز على فكره واحده، ما تشتتش في مجموعه افكار اللي تشتت كمان اللي بده يشوف الفيديو. فانت بتوصل فكرتك، الاهم شيء يعني انه بتوصل فكرتك بخلال دقائق، في خلال ثواني معدوده. بخصوص المونتاج وإشي، طبعا هذا زي ما حكينا دورة ما كان جزء منها بسيط عن اللي بحكي عن الموضوع، بس هي مهارات شخصية كانت مع بتكون مع الصحفي، وطبيعي انه يكون عنده انه يحتاج انتاج المحتوى الالكتروني، وخاصة احنا في عصر الاعلام الرقمي في التقدم الموجود حاليا، انه فيش صحفي بيعرف يعني الاغلب انه بيكون عنده هاي المهارات انه ينتج محتوى الكتروني يقدمه للجمهور يعني. ومش بس صحفي، صار أي مواطن عنده القدرة على تقديم محتوى وإنتاجه وتقديمها. خلينا نشاهد أيضا يعني مشاهدينا أيضا أحد الفيديوهات اللي كانت مشاركة من ضمن هذه الدورة. لا زرع لك بستان ورود، شجرة صغيرة تفينش، لا زرع لك بستان ورود. أسلوب الجذب الهام جدا في حتى هذه الفيديوهات، وسبع ماد يعني حتى الأغنية الفلسطينية والأغنية الشامية اللي موجودة في هذا الفيديو يمكن كانت توصل رسالة هامة جدا، إنه كمان المرشحات اللي يعني ما بيظهر وجههم، كدش ممكن إنه هذا الإشي كمان نحله من خلال فيديوهات توصل رسالة إنه أهمية تواجد كل إنسان في مكانه، وأيضا شكلك مشاهب لأنه أنت صحيح. بكرة في في الاجتماعات وفي المجالس المحلية موجود. بالتأكيد يعني من تحجب صورتها بالتأكيد ستحجب صوتها داخل اجتماعات المجالس المحلية. يعني هذا أيضا واحد من الفيديوهات التي كان فيها فكرة طريفة نوعا ما. هذه المرة يعني فوجئنا بأفكار خلينا نقول غير نمطية، غير عادية، تفكير غير عادي.
مثلا تم استخدام في واحد من الاعلانات الصبارة التي تتكلم، كل الاطفال يعرفونها، يعني اصبحت صبارة عالمي. واحد من الترندات الاخرى يمكن الشخصية الشهيرة على تيك توك، الشاب الاسمر الذي يفعل ايوه نعم، هذا ايضا تم استغلاله في واحد من الاعلانات. انا في اعتقادي ان هذه الافكار الجديدة والجميلة والجريئة قادرة للوصول للجمهور. واحد من الامثله التي كنا ندرب عليها انا والاستاذ صالح مشارقه مثلا، ما هي اكثر كلمه تم حفظها لدى الجمهور العربي على نطاق واسع خلال المرحله اللي فاتت؟ وجدنا انها ناعمه وطريه، دعيت الاسفنجس. فبالتالي استغلال بعض الكلمات البسيطه من البيئه المحليه قادره الى الوصول الى الجمهور. وبشان المهارات الرقميه بالمونتاج والتصوير وغيره، يعني اليوم اصبحت هذه المهارات متاحه امام الجمهور بدرجه كبيره جدا، ويعكس ذلك حجم الاقبال على برامج مثلا دبلوم الاعلام الرقمي الذي يقدمه مركز تطوير الاعلام في جامعه بيرزيت. نقدر نحكي انه اكثر من نصف المتقدمين ليسوا من الصحفيين، ربما من العاملين في العلاقات العامه او ممن يحبون استغلال الاعلام، حيفتحوا منابرهم الخاصه ممكن على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتاكيد كل الشكر اكيد لكم سيد عماد الاصفر مدير مركز تطوير الاعلام في جامعه بيرزيت، شكرا لك. شكرا موصول ايضا لاحد الفائزين في هذه الدوره محمد الديك، يسعد صباحك موفق. يسعد صباحك، شكرا لكم.